متر وين تجر على الألم والآه وفينا يختنق هالصوت واجلس وعذاب وخوف ولا منه يواسينا تجر على الألم والآه وفينا يختنق هالصوت واجلس وعذاب وخوف ولا منه يواسينا ولا منه يواسينا. جنين المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطوينا. جنين المر والعلقم وكان الحلم ورد وتوت ودنيا تغلق أبواب السعادة في خطوينا. بأمنا وصبرنا احنا مشيدين بيوت نردد يا عسى باكر ترسينا موالينا ترسينا موالينا موالينا. سلام عليكم يا ابر. أهلاً علي، كيف حالك؟ عساك طيب؟ إن شاء الله بخير؟ خير الحمد لله، أنت إيش هبتك؟ الحمد لله أنا بخير، وكيف حال المزيونة خولها؟ إن شاء الله بخير؟ خول الحمد لله بخير، ترى اللي معطلني الهمة شوية. الله يعطيها كل الخير، تفضل قرب معي، تعال شوية. أحسن بس أشوف الشباب وبيك بعدين. بنتكلم شوية يابر. أها بيك تراني بشوف الشباب وبيك، لا استعجل عييتي معك، علامك الله يهديك. زين زين، إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. إن شاء الله. ان شاء الله يا عمي يابر، متى بس متى تحط ايدك في ايدي واشوف خوله ينبي وبعد كذا تصير حلالي حلالي يا يابر حلالي. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. هذا انت؟ الله لا يسلمك. ليش عاد عمي؟ ما تصاب المصايب؟ ما انت اللي جايب هذا الخبر الشين؟ وعاد هذا يزات يا عمي. يزات اكثر منك، انت تستاهل. تاين الناس انك انا ما زلت تعب انه شاجني. هي اسوي فيك؟ ازنطك اجتلك ما اعرف ايش اسوي فيك. عمي عمي ماشي غير تزيد ايام شغله معاك يا عمي. انا ما بزيده وبس، انا بخليه يشتغل في الدكان طول عمره وباكلك بس يا حمزه، سامعني؟ تاكل بس رقتك. ايوه يا عمي بس انا بس وس ولا كلمه، قطع حسك انقطع الحنك، زول بيع الواد داخل. أمر عمي تعال سم اشتغل داخل. استريح عمي استريح استريح. عمي ايش عندك تبعت؟ عمي الدكان ناقصنا شوية أغراض. أغراض؟ ايش من الأغراض بعد؟ طحين ماشي، عيش باقي شوية. لا حول ولا قوة إلا. عمي والقهوة بعد ماشي مخلصة، وأنا ايش أسوي؟ ايش هالبلوة اللي طاحت على رأسي؟ ها عمي ما قلت لنا ايش نسوي؟ دقي الباب دقي. زين زين من عند الباب. انا نواره وخالتي شصول. خالتي؟ هلا خالتي هلا نواره تفضلوا. انا مايا يا اتفضل. هني ابوك تفضل يا خالتي. انا قلت لك انا مايا يا اتفضل او ادخل وسالتك هني ابوك؟ ابوي لا سرسول. قولي شي من الاول. خالتي هين سايره؟ اصول جربي استريحي احسنتي. كثر الله خيركم كثر الله خيركم. ايش تبى اصول؟ تبى ابوي
وهيش تبى من أبوك؟ ما أعرف، سير اسأليها. ها؟ أسير أسألها؟ بنشوف يا خولو بيبين منك. خذ يا يابا. ايش هذا؟ فلوس؟ اعرف انها فلوس، بس فلوس حال هيش مشي بهن حالك. صحيح يا علي ان انا خسرت بضاعتي وبضاعة كثيرة، لكن هذا ما معناه ان ما معي شيء. لا يا يابر، انت فهمتني غلط. انا قصدي عشان الدكان، يعني يحتاج اغراض وبضاعة جديدة. خلي الفلوس معك، اكيد بتحتاجها. إذا كان كيه زين، وتبى الصراحة ينف وقتهم، بس هاي وايد يا علي، والدين كيه بيكثر. يا ريال، ما بين الإخوان ديون؟ أخبرك، هاتن. أحسنت علي، ما قصرت. يابر، يابر هينك. أوه هذه وصول. هو يا يهدي، هذه إيش اللي جايبينها الحين؟ والله علمي علمك يا علي. خبرك وسيلة تشوفة. علامك ايش تبين يا وصول؟ ابا ولدي يا يابر، ولدي. ولدك معي انا؟ هاي المعمل من الياس يفرش للرمل ورد ويوصف للبحر ويغريب الفلوس والزواج من ايش تبين يا سوي الحين؟ ايش تبين؟ دوره ابا اشوفه. هات حالي يا يابر، حي ميت، المهم ابا اشوفه. ومن هنا يجيب لك اياه. هذه وحده ولا عنها، ما قاصر لي ادور في البحر ليش طوله وايش عرضه. اما هذه بلية غصب عليك. هات حالي، هات وهات كل اللي معه. بس سكتي، ما يسد البضاعة والسامان اللي صار. علها ما ترجع، علها ما ترجع. واللي يبظلم الناس يروح بعدل القدير، يروح بعدل القدير. ايش قصدك انت؟ ايش قصدك؟ أنا يكون انا اللي غيبته بعد؟ نعم، انت اللي ضيعته يا ظالم، ظالم يا يابر، ظالم. انا الظالم؟ لا لا، الظاهر انت استينيتي، خف عقلك. انا استينيت؟ انا استينيت يا يابر؟ لكن ما منك، ما منك، من مازن، من مازن اللي راح وتبعك ومشى ورا شورك. لكن ما أقول غير الله على الظالم، الله على الظالم. بس يلا عاد تراك زودتيها وايد. مينون انتي وحدة؟ سيري بيتكم يا يمين نفسك من هناك. سيري. ظالم، 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 ظالم. هيا يا ولدي، أحسن إن شاء الله. الحمد لله أحسن. عيل إيش فيك؟ ترك ما عايبني يا ولدي. لا لا ما فيني شيء. كيف ماشي؟ وأنا ملاحظ عليك هذا الشيء من يوم ما كنت بالسلامة وبديت أتحسن. أفكر في أمي وبرجع لبلاد. لا يا ولدي، رجعتك الحين ما تنفع. مشتاق أمي وبنت عمي. ومن بعد؟ وإنسان عزيز على قلبي. شوف لك طريقة تدخل فيها البلاد بدون لا أحد يشوفك أو يحس بك. وليش عاد؟ المهم إنك تحاول ترجع متخفي وتبحث عن الحقيقة، عن حقيقة عمك وظلمه. أسأل من؟ اسأل الناس اللي يعرفون أبوك وعمك. الناس يخافون، ما يقدرون يسوون شيء. فكر زين يا مازن، وأنت تعرف كيف تقنعهم وتشيل الخوف من قلوبهم.
انت ظالم ظالم ظالم. لا بارنا الحرمة خلاص يا بنت. انا عقل منك ومن الف من امثالكم يا ظلام. سيري بيتك سيري بيتك، انت حرمة كبيرة الحين، سيري بيتك احسن لك. اسكت انت اسكت، خالد تكلم. سمعت ما قصد انك انت الخبرة تسكت الناس. ايوه انا خبرة خبرة. عبدي بيس عبدي فوز عبدي بيس فوز عبدي بيس عبدي بيس عبدي بيس. ايش فكرتك؟ سيلين؟ زمان انا ميلون من زمان. انت الحين ايش تبغى؟ انا بس ابغى اقول لك شيء واحد، بسك من ظلم الناس يا يابر، بسك من ظلم الناس. حتى انت الله يازيك ربيت ببيتي كلت وشربت وتقول لي هاي الكلام بعد؟ وبعدين خليتني اداور في السكيك، ايش الفايده؟ اطلب من هاي واطلب من هاي مثل الميلون. هذا الكلام ماشي منه ما صحيح. لا صحيح. إذا كان قايلت لك هذه مجنونة لا صدق كلامها. أصلاً كلكم ميالين. نحن ميالين نحن ميالين نحن ميالين ميالين نحن فيسر عبد 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 عبد. انت بعيد انت اي انت اجيبوه كل واحد اجيبوه هبوان شيلوه في الحبل اجيبوه افضى تطاول واللي استهلك يا عمي تطاول تطاول على امامك تطاول على امامك تطاول على امامك. ايش فيك ما يالسه؟ ما شي. كيف ما شي؟ وتي يا قاعده يا قايمه يا قايمه يا قاعده. قلت لك ما شي. انا بسير. هين تسيرين ان شاء الله؟ هين؟ ما لك شغل ولا تسأليني هالسؤال مره ثانيه. خوله. هين هو؟ هين سايق؟ ها؟ حرام سكتي ردي عشان تصدقني يوم أقول لك يا يابر. أبوي أنا كنت سايرة. خلا خلا تعال 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 ده. قولي هين كنتي سايرة وما قادرة؟ أبوي سكتها شوي. انت شبيك علي؟ ها؟ قولي لي ولا اني ما بنتج؟ طيبة سكتي شوي. سكتنا. ابوي انا كنت سايرة لخالتي اصول لانها جات هني وسألت عنك وكانت متضايقة. خير خير ان شاء الله. وكنت خايفة لا تتنازعون انت وياها. تراها جات وتنازعنا وصار اللي صار. واحدة مجنونة تستاهل. خليها تيجي هني مرة ثانية وبراويها. انت اللي تستاهلين تستاهلين لأن الله حرمك بالأولاد والله الله يعلم كيف تربينهم. بس 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 ما تسمحها ما تسمحها تعايرني يا يابر تعايرني يا يابر تعايرني. خولة سير داخل سير داخل انت تعالي تعال داخل تعال يلا تعال. بتعودها مرة ثانية بتعودها مرة ثانية. بس يا ناس خلوا حرام عليكم حرام. ها هدوان هيش رايك؟ الرأي رايك علوان. عم بي هيش قال؟ قال أدبوه نأدبه نأدبك. بس 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 خلوها لا أقلكم. قوم من دي قوم نأدبك نأدبك يا تبان استاهل نيجك يا تبان. بس تأدب خلاص الله لا بارك فيكم انتو يا بر إن شاء الله. الله لا بارك فيكم انتوا الاثنين. ما بخلي الحد في حاله. عمي
أرجوك يا عمي خلي بتروح معي البيت. قول. لا لا ما بروح أنا ما بروح. أنت تعبان عمي أنت تعبان قول معنا خلاص قول بدر ارتاح. ما بروح أنا ما بروح أنا هذا مكاني روحوا أنتوا خلوني خلوني خلوني. لك يوم لك يوم يا ظالم لك يوم لك يوم ما تسلم. يا عمي أنا لازم أسير. ما ينفع يا مازن ما ينفع. ما ينفع ليش؟ أنت لازم تكون غايب عنه وهذه فرصتك عشان تعرف كيف يسوي يابر كيف يتعامل مع الناس. بس أنا مشتاق أمي وخايف عليها. خلي إيمانك بالله قوي يا مازن. زين سير بس سير وانت بتخفي وتطمن عليها ولا حد يشوفك لأن إذا حد شافك بيضيع كل اللي بتسويه. أمك ما تعرف عنك. إن شاء الله إن شاء الله يا عمي. شفت اللي صار اليوم يا علي؟ والله اللي صار اليوم ما ينسكت عليه يا يابر وانت ما لازم تسكت. عيل هذي اللي جالس طول النهار قدام دكاني يقوم يبي يقتلني؟ هاي كلها من طيبتك. هاي شوية اللي جاي أصعب وأمر يا يابر صدقني. زين إيش تباني أسوي معهم؟ إيش تباني أسوي معهم؟ اللي مثل هذيلة ما يبهم غير الصوت. صوت؟ أي نعم. هاي اللي لازم تضربهم بالصوت. أنت ما سمعت المثل اللي يقول اللي ما يهديه الرب يهديه الكب؟ ومن هذيلة يا أخوي علي؟ هاي كل واحد راكب راسه وشايف عمره. البلاد لها كبير وكبيرها يابر والكل لازم يسمع كلامه. كلامك حق يا أخوي. وانت يا يابر لازم تراويهم العين الحمراء عشان ما كل شوية يجي واحد ويسأل عن أخوه وعن عمه وعن أبوه. هذه ما حالة ما كفاية خسارتك؟ ما عليه أنا أعرف كيف أداويهم. كل يا أخوي علي كل. وما عيبك عشانة؟ لا والله الأكل حلو طيب وعيبني وشبعت بصراحة. هذا الطباخ يا أخوي علي ما أنا طابختنا؟ عيل من؟ هذه خولة ما شاء الله عليها طباخها ما في مثله. بصراحة أنا أول مرة أكل ونفسي مفتوحة. يلا الله يهني اللي بتكون من نصيبه. يا رب سترك ورضاك ورحمتك يا رب يا رب. ابعد عنا هذا اللي اسمه علي. ابعد عن طريقنا واهدي ابوي. وعليكم السلام نوارة. خير ايش تبى؟ خير خير. ما ظني خير. وليش عاد ما تظنين؟ المهم خلصني ايش تبى؟ ياسر ياكم. وليش تسأل؟ لا بس أبا يطوف علي شوي. لا ما يانا ارتحت؟ لو ياكم خلي يطوف علي أنا يارس في السوق. هذا إذا يانا عاد. عنيدة عنيدة. ايش
الوان. نعم عمي. غير عنك علي اليوم؟ بعدها ما وصل عمي. اقول علوان. هامر عمي. اين حمزة؟ والله ما اعرف. لما جينا ما لقينا. ما لقيتوه. زي يوم تلجونا بشوفه. ان شاء الله عمي. ولا اقولكم سيروا دوروا عليه. ولا تقولوا اللي دايبين معكم. هاتوا معكم زين؟ ما يهمك عمي. شرنا. عليكم. انا بعرف لكم دواكم. ما اكون يابرا الا ما راويتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. خفتي؟ ايش تبى؟ ابا خلصني. ايش تبى؟ ابا ابوك. ابوي ما موجود. هين صار؟ صار السوق. اوه متى بترضي عني بس يا جميل الوصايف؟ متى علي؟ حياك تفضل. ليش واقف عند الباب؟ بتفضل يا طيبه. بتفضل حياك. استريح يا اخوي استريح. ما بستريح لين اتزوجها يا طيبه. ما بستريح. لا تكثر وايد معها. لا تكثر. طيب اوه دراج تاخرتي وايد علي وايد. ايش اسوي يا اخوي؟ ما قادر اكلم يابر بالموضوع. ما تشوفها عنيده وراسها يابس؟ هين سايره ما لك شغل. شفت كيف؟ زين سمعيني، اذا ما نفع الزين والطيب تراني بتصرف. كيف يعني؟ بعدين بتعرفين كل شيء. قولي ايش بتسوي؟ بعدين بتعرفين. برخصتك. حياك اخوي حياك. يا ليتني اعرف ايش يدور في راسك يا اخوي. يا ليت. تفضل. احسنت يا ولد احسنت. يا عمي انا اشوف ان الوقت حان. حان على ايش يا ولدي؟ حان اني اسير اشوف اهلي. اصبر يا ولدي اصبر شوي. ما اقدر اقدر يا عمي. حاسب ضيق حاسب شيء كاتم على انفاسي. الوايد خايف على امي. الظاهر ان جاي معانا ما عبتنك يا مازن. الظاهر. زين ومتى معزم ان شاء الله؟ ان شاء الله باكر العصر. باكر العصر؟ وليش عاد؟ عشان اوصل هناك على الليل. وليش عند الليل؟ احسن حتى ما اشوف احد منهم. انا هذا اللي بايع عمي عشان اعرف ايش اللي قاعد يصير بعد غيابي. ان شاء الله خير. اطمن ولا تخاف. ان الله مع الصابرين. أنا هنا بالله بس أنا مستغربة من هيش يا خالتي. استريحي أنا بشوف من عند الباب. زين من عند الباب. أنا حاول أفتح الباب. هنا شفتي سهل أنت فتحين الباب. زين هيش فيك؟ أنا مش سعيدة. شوي هيش فيك؟ قوليلي كلميني. خير هيش هناك يا بنتي؟ هيش مستوي؟ هذا علي كل ما شافني يلس يشوفني بنظرات غريبة، والكلام اللي يقوله لي في شيء من الخبث. دوني أقول لنوارة مستغربة ودقيت الباب. تعرفون ليش مستغربة؟ مستغربة لأن الفرح هجرنا. الفرح هاجر بلادنا باللي فيها، وأنا واحدة من الناس اللي هجرهم الفرح. أنا لما أشوفك أنتي وعابد وحمزة وغيرهم من الناس تهون علي بلوتي وحزني. الفرح يموت بلا سبب عندي. يموت وما يدرك حتى الإحساس بالحزن أو حتى أني أتذكر الماضي. يا لهالدرجة يا نوارة؟ وأكثر، لأنك لو عشتي ليلة من ليالي اللي عشناها يا خولة أنا وهذا الولد المسكين
ونحن محتاجين لأبسط الأشياء وما نلاقيها. ما تتصورين لما يطلب مني شيء وأنا عاجزة ما قادرة أعطيها الشيء. بعدها ينام تبدأ الحسرات تقطع بقلبي وتعذبني لين ما يطلع الصبح. ايش فيك؟ ايش في انا؟ ايش فيك انت؟ على امك ما في شيء، ما فيك شيء، انت قاعد ومهنم. ايش فيك يا حمزه؟ تعبان يا اخوي، تعبان. تعبان؟ ليش اللي متعبني؟ تعبني الزمن، الزمن. لا ما الزمن يا اخوي، هذيل اهل الزمن، أهل الزمن. أهل الزمن؟ نعم أهل الزمن، يابر وأمثاله. أبى أسألك سؤال يا حمزة، قول. أنت راضي عن حالك؟ كيف يعني؟ يعني راضي عن شغلك وعذابك مع يابر؟ إيش أسوي يا أخوي؟ إيش أسوي؟ هذا قدري. بس هذا اللي تقدر عليه؟ هذا قدري؟ واللي مثلي أنا إيش تبغى يسوي؟ خليني ساكت، ما كفاية اللي صار لي. على ايش اقول انا لما صغري في عذاب، دنيا رمتني على كف الاقدام، اعواق واسقام، قلب مصطاب. من الصغر والزمن لي دوم غدار، خالي الامال مقطوع الاسباب. أصبح وأمسي دوم محتار، والصبر ولا والرجا ما خاب. أرجي أدور رحمة الغفار، يمسح ذنوب بفتح الكتاب. هو مالك الدنيا سبحانه الجبار، يقدر يبدل خبث بحلم وهدى. أوهو أثرك شاعر وأنا ما أعرف. تسمي هذا شعر يا حمزة؟ عيل ايش هذا؟ هذا همي وحزني وغربتي. الله يكون في عونك. المهم متى بنتلاقى؟ انا بسير عنك. لحظة يا حمزة، وين بتسير ويجيك؟ بعدنا ما خلصنا كلامنا، اقعد اقعد. ابو اختارك الدكان بروحه هناك، واخاف تعرف المشاكل اللي هناك. زين اختارك الدكان بروحك، ايش يعني؟ تعرف انك جبان، انت جبان يا حمزة، جبان. المهم انا تعرف. قعد يا اخي بالدكان ما بيطير، قعد خلنا نسولف. قعد حمزه. زين اني لقيتك. خير ايش عندك؟ كيف الشنك؟ تارك الدكان وصار تدور مع هالمينون؟ ايه 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 مينون، لا تقول مينون، الزور انت الزور. انا الزور ها؟ زين ما عليك ما عليك، اراويك يا عبدو اراويك. المهم يلا تحرك قدامي، ترى عمي يابر معصب واصل حده. والله بس عيل عمي يابر العصب بيحشرع عمك يابر. وش تقول؟ تحرك قدامي. ها وصلت. هين كنت؟ كنت عند البحر. وايش تسوي عند البحر؟ علامك ما ترد يا ابني. كي بس يالس روحي. لا والله مودر شغلك ويالس عند البحر. من تريع عند البحر هناك ها؟ لا ما تريع حد. ليش تسوي هناك ما تريع حد؟ هيك تسوي هناك؟ ايش هاي الحاله؟ الواحد ما يعرف يرتاح، ما يعرف ياخذ راحته في هاي البلاد. نريد نفرح في يوم من الايام، لا ما نفرح، نريد نعرف ايش هو الفرح. يابر نعم بغيتك شوية. زين علي يا إنك يا إنك
تريد تفرح ها؟ هدوان؟ نعم عمي. علوان؟ آمر عمي. علموا الفرح. إن شاء الله عمي. ولا أقول لكم بعلم الفرح بنفسي. تريد تفرح ها؟ صبر شوية. بعلمك الفرح زين. قبضوا لي ما عد. إن شاء الله عمي. إن شاء الله عمي. عم تراك عيبتني حمزه عم عيبتني يا باك ايش عيبتك ايش عيبتك اصبر شوي بتشوف ايش اللي بيصير لي ما بيصير لي شيء اترينا العم يابر ناوي لي نيه هالمره وقافله وكوش قاع مثلي العم عابد ارجوك روح عني الحين اقول لك يابر وقافله وما يقدر يسوي لك شيء اكثر من اللي سوالك يا قبل يا عابد روح علامك انت عيل غيب من الغيب كل بياك انت بعد باشتغل انا معك ولا مع حالها ولا مع عمك يا بر عابد بتروح مني ولا بربطك معه ترى ما تقدر تربطني انت وابا خمك واحد الا نقدر ونقدر بعد اقولك ادري اقولك بس مازن صار له اكثر من شهر غايب وما حد يعرف عنه اذا كان حي ولا ميت ايوه يا علي بس البنيه كيف يعني ما تبى تزوجني؟ لا ما قصدي لكن لازم اخذ راي البنت بالاول زين خذ رايها ولا انتظر الرد ردك انت يا يابر والناس ايش بيقولون يا علي؟ كيف يعني؟ ما فاهم منك بيقولون اعطيت ولد اخوي وعد وما وفيت بوعدي يا علي وعد حال من؟ حال واحد ميت؟ لكن بعدنا ما نعرف إذا كان ميت أو حي علي يا يابر الولد ما حد ياب عنه خبر ولا حد يعرف عنه أي أثر ما بهو بس وايدين ما حد يعرف عنهم إذا كانوا ميتين ولا حيين والله ما أعرف إيش أقول لك يا علي أنت لا تقول شيء الحين خذ رأي البنت وحسبه وبعدين رد علي تسمع سمعتك يا علي والحين يلا برخصتك وسيلة تشوف حمزة هذا وأنا جاي معك ومثل ما قلت لك إذا تبى الناس يهابونك ويحترمونك راوهم العين الحمراء ولا يهمك ما توصي حريص والحين بتشوف بطلوني أقولكم بطلوني بطلني 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 ما سويت شيء علامة هذا بعد ليش غطينه عمي أنا الذين ضرباني وربطاني أنا ما سويت شيء على ما تردون ايش مسوي عمي هذا جالس يوصي حمزة عليك وقلنا له روح وما راح وقعد يطول لسانه وربط ما يا عمي فلتوا عمي هذا ايش سكت انت قلنا فلتوا تعال عبدوني تعال ما تستاهل ابدا اسمعني ما بشوفك السوق هذا مره ثانيه سامع عمي ارجوك خلاص اخر مره وان شاء الله توبها ما اعودها مره ثانيه الوان ان شاء الله عمي عمي هاي المرة الثانية لك الدكان وتصير وإذا صرت مرة ثانية براويك نجوم الليل بعز الظهر هاي الفرحة شفتوا الفرح؟ هذا الفرح عند يابر حد منكم يبي يفرح؟ اللي يبي يفرح يقول لي
لعلها تسليني يابا. علامك في ايش تفكر؟ لا ما شيء، افكر في كلام اخوك. اقول لك خوله هني؟ لا، صارت بيت نواره. زين عيل زين. ما قلت لي ايش قال لك اخوي حتى يخليك تفكر شيء؟ اخوك يا طيبه يبغى يتزوج خوله. علي يتزوجني انا؟ مستحيل، اموت ولا اتزوجها يا نواره. علي زين يا خوله، هدي نفسك ولا تزعلين، وكل شيء بيصير مثل ما تبين. ما باين يا نواره، ما باين. يلا بسير عنك. يا ياسين اسمحي لي، ما يبلك شيء. نواره انا ما جاي علشان تضيفيني، انا جاي علشان اطمن عليك واشوفك. هونها وتهون يا أخوي، هونها وتهون. أحس أني ميت. لا تقولتي وخلي مارك بالله قوي. ونعم بالله، لكن أنهال وأنضرب قدامكم وانتم ما قادرين تسوي شيء. وايش تبغى نسوي؟ حزن خيم على السوق كله. صرنا مستغربين من اللي قاعد يصير. الحزن صاير مثل حبل المشيمة اللي يربطنا بخفايا الحياة. الحين بعد في بطون مهاتنا. تصدق يا عابد، لما أشوف واحد من البلاد يضحك أو يبتسم أكون متأكد أنه حاط قناع والمدة بسيطة، حتى يوهم الناس أنه بعيد عن ساحة الرماد. الرماد يا عابد، الرماد اللي يلف كل شيء في البلاد وما في مجال للدفء أو حتى الإحساس بالفرح. البلاد صارت باردة مثل الثلج. صدقت يا حمزة، صدقت. الحياة صعبة بدون فرح، مثل الحياة بدون عمر، مثل البحر بلا شاطي، ومثل النخيل بلا ثمر.
شرفت بنتك المصونة. يابر ما تسمعني؟ أقول لك بنتك شرفت. وإذا أسمع إيش تبيني أسوي؟ أقول لك خاولة وصلت. زين أعرف إنها وصلت، إيش تبيني أتبات عند نوارة؟ أها لازم ترجع أو أن وصلت. أباك تكلمها وتشوف إيش رايها. أكلمها في إيش؟ اتكلمها في خطبة علي لها. هاي وقت مناسب لمثل هذا الكلام؟ الله يهديك، وقت مناسب. آه يا يابر، هو الوقت المناسب. ويقول المثل ديك الحديد هو حامي، هذا وقت. لا خلينا نرقد الحين، والصباح رباح. يابر قوم، والحين يلا. لا حول ولا قوة إلا بالله. انت يوم تصممين على شيء ما اعرف كيف تسوي، ما اعرف، انت راسك يابس.